ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. تمكن المنتخب الجزائري لكرة القدم من اقتلاع بطاقة التأهل إلى نهائي كأس إفريقيا للأمم المقام حاليا بمصر بعد فوزها على النسور النيجيرية بهدفين لهدف واحد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على أرضية ملعب القاهرة الدولي لحساب نصف نهائي المسابقة. وتمكن أبناء الإطار جمال بالماضي من إنهاء الجولة الأولى لصالحهم بهدف دون مقابل سجله اللاعب ويليام إيكونغ بالخطأ في مرماه لينتهي الشوط الأول بتقدم جزائري. وفي الجولة الثانية حاول رفاق رياض محرز تعزيز النتيجة بهدف ثاني، لكن استماتة الدفاع النيجيري حالت دون ذلك ليتمكن اللاعب إدوين إيغالو من خطف هدف التعادل لنيجيريا عند الدقيقة 73 من نقطة الجزاء. وبينما كانت المباراة تتجه لنهايتها استطاع نجم الكرة الجزائرية رياض محرز من تسجيل الهدف الثاني لمنتخب بلاده في الدقيقة 5 من الوقت المحتسب بدل الضائع، مانحا الخضر تأهلا تاريخيا إلى النهائي. وسيكون المنتخب الجزائري على موعد مع مواجهة منتخب أسود التيرانغا السنغالية في المباراة النهائية الجمعة المقبلة على أرضية ملعب القاهرة الدولي. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.